السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم يا رب. وكعادتنا أيامنا الحلوة حكاية وأحلى حكاية. أتكلمنا آخر مرة عن البسكليتات، دحين اليوم إن شاء الله عندنا الدبابة 70، تتذكروا. السلام عليكم، كيفكم؟ أسعد الله جميع أوقاتكم. هذا حبي يا حبايب قلبي الدبابة 70، من تذكروا؟ نحن الوالد اشترانا دباب 70 ونحن في المتوسطة. في الابتدائية لا والله كنا بسكليتات يدوب كمان، وبعدين أخذ لنا الدباب 70 هذا ويكون الرديف معاك. والله يا راجل شوف كيف، شوف كيف جالس كأنه جالس يا راجل راكب ايش شيء. والله يرحم أبو سعيدة، من أشهر واحد كان عنده الدباب 70، أبو سعيدة حق الكبد الله يرحمه ويغفر له ويسكن الجنة. ونحن كان عندنا الدباب 70 وهذا الدباب، وكل الشباب كان ديك الأيام عندهم دباب 70، واللي ما عنده دباب 70 وانت عندك دباب 70 الكل بيصاحبك ويمشي معاك. أيوة كيف عندك دباب 70؟ الله على ديك الأيام أحلى أيام. وصلي على الحبيب قلبك يطيب. سلام عليكم.